ما أنزل عليهم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدتهم بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوالد مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن ضرر وتجاوز فلا جناح عليهما. إن أردتم أن تصلوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا كلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين توفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما الله فعلن أكبر، سبحانك الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم عليك السلام عليك. لا إله إلا الله. لا إله. الله لا إله إلا الله.
كلنا ليش؟ يعني لف يا لا تجيب دايركت. لا لا مو بعد سدي بعدي. السلام. لا اله الا الله محمد رسول الله. احسن ما في القفاري. صراحة هنا هنا عشان ف ودي ابي بس شكيت يعني. هنا 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 شغل هنا الدكان. شغل هنا الحين عند زياد. اي شوف شغل هنا. يا زياد. بس انه اذا بعد بعد ما نروق من اي عارف بعد ما نروق من شو اسمه؟ هذا كل كتابه ذاك. زياد يمكن. هذا كتاب غربي ذا. بعد الهواء انا بكلمك بشيء يصلح لك. الهواء. لا عادي بالعكس. ها؟ ما ادري يجي بس هنا مشروع. ايوه ايوه قبل الصلاة كان حصلت الورقة. ليش ما ليش ما تسويها يا ابو يحيى؟ هذه كلمات وبلزقها في المسجد. ليش ما تسوي اوقات هي؟ تعرف الورقة اللي معك سوي زيها. لا ايوه الظهر الاذان الاقامة الكلمة الأذان الصلاة الكلمة الأذان الصلاة الكلمة عرفت؟ على طول اكتب ما غير أسماء الشباب عرفت شلون؟ بدون ما تحط أسماءهم. ايش عندهم؟ ايش اسمه؟ حق زياد ايش اسمه؟ طيف. ها طيف زياد وين يا شباب؟ ببارب يلا حيهم آية الكرسي والمعوذات يا عاد تذكرون زد فرصتك ايام حلوه بالله الان يا شباب ننتظر زياد الشهري فقرة المجنون ايش باذن الله اسلم دايم دوام الله الصلاة دوام الله ما شلنا الغمام الله الصلاة دوام الله ما شلنا الغمام على النبي دايم دايما دوام دوام دايما دايم الله دايم دايم دايما دوام سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم موطني 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 ذا الإباء موطني 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 يا أنا زياد زياد رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم سوف يمضي بنا مدانا لن بالمسير للعلا ومنادة المن بالله ونسونا شوية يا جماعة دام ابدا بك ادعيك يا من للدعاء تسمع عظيم واحنا عبادك يا عظيم الشان لولاك ذبت المرارة في هزيم الليل عن صلاة العشاء لولاك ما غامنا ما تظني بابتسامة ما الاخر برايم كان؟ مولاي بعد صوتي ما صح مولاي يا صالح
لي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل علي يا رب صل علي يا رب صل علي صلوات الله علي. الله الله يا رسول الله يا رسول الله الله الله. وين ده بوتري افري ريتن افري بيرسن افري لاين ذا لاف سونغ ان ذا وورد افري مور دير رايم. If they will combine, they will still be unable to express where I want to find when I try to describe my love for you. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صلي عليه يا رب صلي عليه يا رب صلي صلوات الله عليه. طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى الصافي نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلا لا 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 للناس بمالا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يا تعالى. الله يا ابو مين ابو محمود صبريك يا اخي اقول لك شوف الصلاه رسول الله والله اني اقول الراجح ابو محمود واقول اخذت ابو مين. الا صلاتي ما اخليها هي حياتي دنيتي فيها. إلا صلاتي ما أخليها هي حياتي دنيتي فيها. إلا صلاة الله عليك الله يبطل الله يقول لكم لازم تعلمونا. تعلمت محمد وما شاء الله بدا يعلمني هذه عشان كذا انا زعجتكم. ها لازم اتعلم ايش؟ لازم تعلمني اي ما لازم تاخذ دورات عندي عشان اعلمك. انا حب دوس ها باذن الله للي ما بنام للي ما بنام. سلام الله حيو يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا ترحيب الدجان هاشان ترحيب الدن للوم سنين. لا لا ألا لا لا أمي ربة بيتي يا لا يا أبو جاسم يا حي يا لا يا تعال ميت ميت يا جاجك منا يا بن حمود تجي منا لا 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 ربة بيتي انا 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 امي ربة بيت امي ما احلاها كيف البيت يكون لا اعرف لولاها. امي ربة بيت امي ما احلاها كيف البيت يكون لا اعرف لولاها. حتى نفسي لكن لا أنساها وكما هي تراني فالله سيراها. يصدد كأني غريبة لا والله لا عجيبة وانت زعلان لا لا أكيد زعلان
تنسى على اللي يحبك ما خفت يا زين ربك تغيب وتبان لا لك يا ذاك تبان وبيعك وخاتمك ترى قديمك ندمك بيعك وخاتمك ترى قديمك ندمك اكيد غلطان لا لا اكيد غلطان صدتك عني غريبة لا والله الناس وش زعلان لا لا اكيد زعلان ايوه يا هيثم تسلم لي يابا ايوه يا هيثم تسلم لي يابا خلاص خلاص تعال تعال ايوه يا مافر تسلم لي يابا ايوه يا مافر تسلم لي يابا ايوه يا هيثم تعال عشان تعلمنا الاناشيد ايش هيثم عند المقامات المقامات اسمع ايش يقول لك تعرف هذه هيثم حبيبي تأملت والدنيا بها العجب والعجب تروح بنا ودري وتأتي بنا السبب فلا ظل هدان ولا ضل أمنها وسل عن هواها كل من ودها خطب وسل عن هواها كل من ودها خطب ومن كان في هذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل إلى الذهب ومن كان فيها ذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل إلى الذهب يا ذهب ايش تبغى انت من حياتك يما يا نبع الحنان اذا صاحبها موجود يما يا نبع الحنان يا كل روح المكان الغلا باقي يلا والله شوف شودتك احب احب قصدي خايف احوس الدنيا واحوس الشوده خلك عليها صلاتي ها ايه الا صلاتي كويسه ماشيين لا لا الغلا باقي زمان وانت يا غلا من العيون ايه مشتاق الغلاك والغلا قلبي عطاك يما يما من سواك لا أمل غيرك تولم للجفا خلى العتاب شرهة أحس محمد يقول يا ولد من اللي هنا يا ما تجي ايوه يا زيزو تسلم لي يابا ايوه يا زيزو تسلم لي يابا ايوه يا زيزو تسلم لي يابا زيزو وين يا الحبيب طيب الله خير الحلا والقهوه والحياه بس صدق كل ايه لا الختام كان قالك على التميس أنا كل المعدة تميس الحين كيف بالله يمين بالله قمت مية اللي على اليمين بالجبن واللي على اليسار بدون جبن أنا والله ما شلت شيء أبد والنص مشروبات قهوة وشاي نعناع اختلطت كلها النعناع خلاني أخضر يا رجل يمين بالله ومن كان فيه اهلا وسهلا بالرفاقات والاحباب اعداد ما اهل المطر وابرق العود والله ما قلت امضي وكنا لو الذي ثبت على الحق داود يا زيزو يا زيزو يا الله ايه العظمه هذه كلها ايوه يلا بسم الله كلنا ستوب كلنا روح هناك ولا بين ابو غربي وفارس
ما يقصروا. يلا بسم الله. طيب توكلنا على الله سبحانه. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين. اليوم الطيف تبعي هو بدايه طيف اسمه اللي هو تدريبات كيف تصبح مدربا لذاتك لا جلادا لها. راح اطرح معكم ان شاء الله اليوم واستعرض 5 تدريبات لذاتك. بعطيكم قصة تمهيدية قبل لا أبدأ في التدريبات. نيلسون مانديلا، من هو الشخص هذا؟ رئيس جنوب أفريقيا. هل تؤمنون بالله أنه رئيس جنوب أفريقيا حكم عليه بالسجن المؤبد من عام 1964 إلى عام 1990؟ تخيل أنك رئيس دولة ويحكم عليك بالسجن لمدة 27 سنة لقضية في بلاده. خرج بعد 27 سنة، عذب في السجن، مورست عليه ضغوطات نفسية بشكل فظيع، خرج من السجن وعاد لتولي حكم بلاده عدة سنوات، ومن ثم ترك حكم البلاد لتفرغ لحياته الخاصة. هذا يدلك على إيش؟ أنه ذاته قوية. 27 سنة في السجن محكوم عليك كرئيس دولة، وفجأة تسجن ويمارس عليك ضغوطات وأساليب تعذيب، وتعود مرة أخرى لممارسة حكم البلاد، ومن ثم تستقيل لممارسة حياتك الخاصة. هذه قصة تمهيدية عن الذات أو الطاقة الإيجابية. التدريب الأول معانا اليوم هو التدريب اسمه الإيمان بالقضاء والقدر. التدريب الأول لتصبح مدربا لذاتك لا جلادا لها. التدريب اللي هو الإيمان بالقضاء والقدر هو مهم في حياتك، في جميع طريقة عيشك، أنك تؤمن بالقضاء والقدر. فجميل أنك تطوع هذا الشيء لذاتك في نفسك الداخلية. أم موسى عندما قال لها الله سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. هذه أم موسى، معروفة القصة، كانت خائفة، والله سبحانه وتعالى أوحى إليها بأنها تضع طفلها في اليم، اللي هو إيش اليم؟ بحر. البحر. وقلب أم موسى وجل وخاف وقلق، وهذا قلب الأم بشكل عام. فالله سبحانه وتعالى أنزل آية ليطمئن قلبها. أنا ما تحضرني الآية، ولكن ورد في الآية أنه اطمئن قلبك. فالله سبحانه وتعالى جعل قلبها مطمئن لتكون من المؤمنين، وعاد إليها. لولا أن ربطنا على قلبها جعلها من المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى ربط على قلبها، آمنت بالقضاء والقدر، تطوعت لله سبحانه وتعالى، ونفذت ما طلب منها من الله سبحانه وتعالى، فعاد إليها ابنها. تحدث لك مشاكل كثيرة في الحياة، فلما تكون روحك مؤمنة بالقضاء والقدر لحظتها راح تكون أنت إيجابي في حياتك. هذه النقطة الأولى أو التدريب الأول اللي هو الإيمان بالقضاء والقدر. التدريب الثاني: سامح نفسك على الماضي لكي لا تكون سجينا لذاتك، أو تكون ذاتك داخل سجن. كل شخص مر في حياته بمواقف، ومر في حياته بماضي. الدكتور عايض القرني في كتاب لا تحزن يقول: الماضي يطوى ولا يروى. الماضي يطوى ولا يروى. وراك ماضي، خلاص انساه، ابدأ في حياة جديدة، ابدأ في حياة عملية. ضع لنفسك خطة، خلها خطة مبنية على التحدي، على الإصرار بداخلك أنه أنا سجلت كذا راح أسوي كذا. لو جلسنا نندم أو نبكي على الماضي، الرسول اللهم صل وسلم عليه، لو ندم على الماضي أو الأفعال اللي كانت تمارس عليه من الكفار، آذوه في صلاته، في منامه، في رسالته، جرحوه في أقدامه صلى الله عليه وسلم، فلو استسلم لها ما كان نحن الآن مسلمين مطمئنين. وزي ما يستعرض معنا أخونا ظافر الشهراني وسعود غربي بعد صلاة العصر في سيرة الرحيق المختوم: توفى أمه ثم توفى جده وعدة أمور حصلت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. فسامح نفسك على الماضي لكي لا تكون سجيلا لذاتك. ابني لنفسك خطة، اجعلها خطة تحدي، خطة إقدام، خطة إصرار. خل من الماضي دفع لك للمستقبل. إذن هذا التدريب الثاني. التدريب الأول اللي هو الإيمان بالقضاء والقدر. التدريب الثاني: سامح نفسك لكي لا تكون سامح نفسك على الماضي لكي لا تكون سجينا لذاتك. التدريب الثاني: عزز لنفسك وجدد تقديرك لنفسك يوميا. كيف أعزز أو أجدد تقديري لذاتي يوميا؟ شوفوا يا حبيب أخوانا أنتوا، يا الحين نفسك في مقولة تقول: ليس كل سقوط عيب، وإنما العيب أن تداس بالأقدام، وليس كل بداية سقوط فشل، فنزول المطر هي أجمل بداية. حنا جينا حنا هنا كلنا آمال وطموحات كبيرة في قناة بداية. فتخيلوا أو حطوا في قرارة أنفسكم أنكم ما جيتوا هنا إلا بعد إصرار، بعد تخطيط،
بعد ماضي ربما فشل فيه الكثير منا وأنا أولكم فشل في الوصول فشل في الوصول لكن أجمل. فخلوا في مخيلتكم وفي بالكم أن في قناة بداية هي أجمل بداية لحياتكم المستقبلية بإذن الواحد الأحد. ولا يعني أن من قدم ولم يصل إلى هنا أنه فشل، حاول وسوف ييسر الله سبحانه وتعالى لك أمرك. إذا هذا التدريب الثالث اللي هو جدد تقدير لنفسك يوميا أو بشكل مستمر. جدد نتعلم أو نتعلم من هذا التدريب اللي هو مهما عملت عمل صغير دعم نفسك، ما حد راح يجي يخاف عليك أكثر من نفسك. دعم نفسك على أعمالك، دعم نفسك على أشياء تسويها لو كان عمل بسيط، فبداية كل كبير خطوة بسيطة. التدريب الرابع، لا شيء ينتهي إلا بالمواجهة، ما في أي شيء ينتهي إلا بالمواجهة. واجهت خوف في حياتك، واجهت أمور في حياتك، واجهت سلبيات أو سيئات في حياتك، صدقني ما راح تتقدم في حياتك أو تتطور في حياتك إلا إذا واجهت هذا الخوف وخلعته من جذوره. مثال، كلنا في الفصول يمكننا ندرس كان يجي المدرس يسأل سؤال تتردد أنت في الإجابة رغم الإجابة في داخلك إيش صحيحة لكنك خايف من إيش؟ خايف من إيش في داخلك؟ من الفشل أو من إنه فلان يطقطق عليك أو فلان يضحك عليك، وتنغبن أكثر أو تزعل أكثر إذا جاء جواب من شخص ثاني هو نفس الجواب اللي بداخلك. إن لم تكسر هذا الحاجز من صغرك أو من مرحلتك الابتدائية أو مرحلتك المتوسطة أو الثانوية، ترى بيكبر معك ويأكل ويشرب معك في حياتك. فما راح ينتهي أي شيء إلا بالمواجهة. واجه خوفك، اتكل على الله سبحانه وتعالى، ثق بنفسك وثق بالله سبحانه وتعالى أنه قادر على تسديد أمورك. هذا التدريب الرابع. التدريب الخامس، اعشقها حتى لا تذبل. الله، وش يعني هذا؟ إيش هو الشيء اللي يعشق عشان ما يذبل؟ غيره، العمل، أمك، قدراتك. كلكم قريبين من الإجابة اللي هي الموهبة. خلني أطلق عليكم قدراتك. حديث لابن عمر، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول إن نفسي تواقة، تاقت إلى فاطمة بنت عبد الملك فتزوجتها، وتاقت إلى الأمارة أو الأمارة أي فتوليتها، وتاقت إلى الخلافة فأدركتها، وإنها الآن تتوق إلى الجنة، عسى الله أن يجعلني من أهلها وإياكم. فعمر بن عبد العزيز كان يتكلم بهذا الأمر، فهو تحديد الأهداف أو أنك تتوق إلى شيء موجود من زمان، لكن من اللي يتكلم يحرك بداخلنا هالشيء؟ في لاعب تنس أرضي في عام 1992، ما يحضرني اسمه والله، لكنه فاز في بطولة عظيمة والعظمة لله سبحانه وتعالى. فلما التقوا مع الصحفيين بعد المباراة كلقاء معه يقولون أو يباركون له أو يسألونه، تفاجأوا من ردة فعله. وش قال لهم؟ قال هذه ليست المرة الأولى التي يفوز فيها بهذه البطولة، هو أصلا أول مرة يفوز فيها. فاستغربوا الصحفيين لما شاف عيونهم يعني يسألون بعض مستغربين، وش قال لهم؟ قال منذ كنت في العاشرة من عمري قبل أن أنام يوميا أحلم برفع وأتخيل برفع هذه البطولة، وهذا أنا الآن أرفعها. فالشغلة تدعيم من البداية، أربع قواعد أساسية: احلم، تخيل، جرب، تدرب، وسوف تنجح بإذن الواحد الأحد. هذه التدريبات الخمسة اللي هي في تطوير الذات أو دفع الذات أو لكي تجعل ذاتك إيجابية لا جلادا لذاتك. درب ذاتك، ما راح يخاف عليك أكثر من نفسك. دعم ذاتك، أمور بسيطة: ثق بالله سبحانه وتعالى، اكسب رضا من حولك، حب لنفسك ما تحبه للناس، وسوف يكون الله سبحانه وتعالى رازقا لك في حياتك وفي آخرتك. هذه خمسة تدريبات، وراح استمر بإذن الله في طيف قادم في تكملة التدريبات. لا أنسى أن أشكر الكاتبة الملهمة غادة غوث في إلهامي في بعض الأمور من هذه التدريبات. فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. استودعتكم الله سبحانه جميع من يراني ومن يشاهدني. أتمنى أن أكون أفدت ولو بشيء قليل في كيف تجعل ذاتك مدربا أنت لها، تسيرها إلى أجمل الأمور التي تتوق إليها أنت، ولا تكون جلادا لها، تأكل في نفسك وفي نفس أمك وأبيك وإخوانك كلهم. هذول إذا رأوك يائس، ترى والله العظيم أنك قاعد تدفع حرقة قلوبهم. هم إحنا موجودين هنا، مفروض نعشق وجودنا هنا، اعشقها حتى لا تذبل. كل منا له رؤية. الحين لو أجيك أنت أقول تدريش اللي يزعلك أو اللي يغبنك أنك تجد إنسان عنده رؤية، مثلا أنا أطمح للشيء الفلاني ولكنه يسأل يقول كيف أبدأ؟ البداية بخطوات بسيطة سوف تستمد منها بإذن الله الوصول إلى خطوات أعظم. نعشق وجودنا هنا لأن لنا أهداف ورواية أو رؤية خارجية. هذه الخمس تدريبات اللي طرحتها اليوم، وراح أطرح إن شاء الله في أطياف قادمة تدريبات أكثر بإذن الواحد الأحد. والله يعطيكم العافية ويرضى علي وعليكم وعلى والدينا.
عسى ربي يخليكم. الله يرضى لي عليك. الله يسعدك حبيبي حبيبي ابو سعد يا رب يا رب يا رب يا رب ايوه حبيبي اطلع اطلع ابو سعد صراحه يمكن كلامك هذا اغلبنا محتاج الوقت بعيدين عن الناس بعيدين عن العالم كلامك صراحه اعطانا الله يرضى عليك دفع وقوه بدل ما الواحد يهدم نفسه نسمع ابو غربي يوميا يقولنا يا اخي لا تناظر احد لا تهدم احد ارفعها فوق وخله هنا سبحانه كلام كله مدعم وموثق لبيه هي كم مدتها الاطياف التدريبات ما ادري كم اخذت 10 دقائق اتمنى تزيدها باذن الله بقدر المستطاع هي 5 تدريبات كل التدريبات 22 ابغاك تعطينا تفاصيل باذن الله اقسم بالله العظيم والله وسعد وانتم عارفين لو واحد منا اخذ كتاب وقرا ما القى مثله ما شاء الله تبارك الله عسى الله يرضى عليك ما شاء الله تبارك الله مدرب ناجح الله يسعدك قل امين يا ابو الله يحقق امنيتك يا رب واشوفك مدرب معتمد على مستوى العالم وياكم ان شاء الله بطل يا بطل لا 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 باري يخصم عليك زياد حبيبي زياد الحمد لله بطل زياد بطل الحين طيب شو انا عندي دوره ما راح القي بعدك خلاص كسرت الدنيا والله كسر الدنيا قفلها حباياه جدا جايب كتاب معنا والله ما بقوله جدا بقلب على المسرح برجع المسرح ضد والله وساعات سلك لي ابو غالي اقسم بالله ما سلك حبيبي اقسم انت شفت اليوم يوم اقرا الكتاب شو انا رجل صريح شفت اليوم كثير الكلام ولا جدية تعبير عن شوق وحنين يا مرحبا ما لحب أرقى الغلام من طيب نية للضيف واللي حاضرين لا 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 تشاركونا ولا انا والرجال بس تبيني اسوي حركات هذه لا لا والله العظيم اسمع اسمع هذه نشود تبعك ايه والله قول كم تبي واحد من كلمات الشاعر كم تبي واحد وياك بالصف بس قول انت نصف صف واحد ونستقبل فيها شو اسمه جيران وانا اطلع بالنص ها اطلع سوا ابي اعدل هذا ايوه ايوه لا حبيبي ايش بلاك السلام عليكم ان شاء الله ان شاء الله فلوس واجد بيزود لك شعار ويربط خلاص خلاص لسه انت قاعد تقول يلا مايك مايك يود برد والله برد والله بحب كذا 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 محمد قبل رجائي واستجيب لرجاوتي اسمع حقتي يا ربي ايش اذا كان تنشد انت فارس دائما ينشد فارس اسمع الهي وقفت انا تذبحني دموعي والله تذبحني قول وقلبي ببابك ابغاها باحساس ابغى شيء باحساس الى الى الهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل فذنبي كبير وزادي قليل فمن علي بعفو جميل الله كمل طيب بكيت علي بعفو جميل يعني بس هذه
أتيت أجر خطايا السنين إلى باب أرحم الراحمين فكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم. إلهي وقفت إلهي وقفت دموعي تسيل يا قلبي ببابك إلهي فدمي كبير وقفت محمد هذي نادي قليل يا والله برضه إلهي ليش 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 إلهي وقفت دموعي تسيل يا أبو إلهي وقفت قولوا ليش قولوا ليش يا وقلبي نزل هذا إلهي يلا يا جماعة أكيد هذا وقفت يدي طيب سلام عليكم وقفت وشي وقفت على هذي؟ إيه. وقاف دموعي تسير ده أنا بعيد صح؟ شباب شباب إلهي وقاف وحمود وحمود هلا والله في ناس في, 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 في الأردن وفي سوريا الحين يموتوا من البرد أي والله نحن عايشين بين الدفايات الحمد لله بين ملابس طيبة الله يا كريم يا رحيم الله برد يا عيال كل واحد كل واحد بنا الحين تلقى شنطته مليانه من الثياب اذا جاء الحر وثر يعرف ايش يلبس اذا جاء البرد وثر مجهز ايش يلبس تلقى كل يوم له لبس وناس يتمنى لبس واحد بس تلقاه يلبسه شهر كامل او شهرين والبعض عنده ملابس زياده فلو ياخذ بس كذا كم لبس يتصدق بها اقسم بالله اجر عظيم ايش رايك ندخل جوا سولف تهرج اي والله والله العظيم برد طيب عطنا ابو محمد وين انا إلهي يالله أطلبك يا خير والي بدع علينا بأكبر عطية وصاحي الصالح واضمر لحالي الله الوالي عظيم الشان البدابة سيدنا طالبك تغفر لي ذنوبي يا غفور اعطوني اعطوني قرار اعطوني قرار يقول يا طول عمر ابو عندي قرار اسلم كمل موضوعك يا محمد والجابك وانا ساكت وعيد المسألة ما تطاهرني بعفوك ما تطاهرني البحور جيتك وذنبي قد تعلى انا من الطين انخلقت اخطي ولاني بمعذور قمت علي الحجه بدعوه رسولك المرسله مؤمن بتوراتك وانجيلك ومؤمن بالزبور وبسنه الهادي سلامتك يا ربح سلمت 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 مرحبا يا مرحبا اللهم السلام تريدني دائما حميد الله يرحمه للحرم عزمت عالروحة الولا هل الدمع ساحة يوم ريت النفس مجروحة يتبت الله بالراحة للحرم عزمت عالروحة الولا هل الدمع ساحة يا مريت النفس مجروحة بيت الله أبو الراحة الربع عند الرجال مبروك يا عريس صباحي مبارك إن شاء الله خليجي وأقولها رافع الهامة جزء الدرى الحجيجي أرض وفيها اجتمعنا من عصور وسنين خليجي يا ولد عن سرني يا وجد عيني على شوفتك يا سيدي كل المحبين يا طاير يا هلا قفدار درس لما وديني
وديني يا محلى شاي زد رصيدك زد رصيدك فرصتك خلها تزيدك. اقول لك المهم علينا صباحي مبارك والله يا عريس. الله يبارك فيك. الله يربع يربعك. الف الف مبروك ان شاء الله. كيف تحس كذا وانك عريس؟ المعونه قبل تسولف علي. شكون ابشر بس يا رب. احمد ربكم احمد ربك يا كروم. ابشر والله بس الله يسلمك. الله يسلمك. دقيقه بالله. والله ابشر والله بس. الله يسلمك. كليتي كليتي ما طلع طلعت كليتي ما طلعت. نظام هذا كيف؟ والله تستاهل. انا اقول لكم حاجه اصارحكم، اذا انا مطفر ذاك اليوم اخذ لي ظرف واحط ريالين وتلخبط مع الفلوس ما يدري من اللي حط. تدري ايش سويت ذاك اليوم؟ ذاك اليوم زواج واحد من اخوياي جبت ظرف. ايش سويت؟ حطيته بجيبه فيها ظروف، واخذ ظرف واحطه في جيبه واروح. اما حصلت فيه 500 ريال صادق؟ ايه دقيت عليه من بكرتها قلت الله يا فلان قلت الله اخذت منك 500. لا لا ما حلف عليك واحد من اخوياي. اسمع قلت له يا ردها لك والله ما ترجع خلاص. دكتور رجعته تخبر العريس اول ايام يكون يا طيب. دكتور لو تبغى عيوني اعطيك يا دكتور عندي حاجه بقولها لك. شبابتك لا على طاري ذي مرتنا بس اسمع روح عجزولي بس. اهلا وسهلا اخبارك الاسم الكريم؟ ها حبيبنا والله ابو صرف الاجيال. اسمع عندي مشاركه بدي اقولها لك تسمح لي؟ ما فيني حاجة يا دكتور لا تكشف الجرح مشكور عندي لجرح مرعى يا دواها من منع يا حسرتي يا وجودي يا قصر قلبي ولوعي. يا دكتور صح علمك هو ولا كيف؟ لا احنا نهدي بس غيرنا. هي يا حسرتو احنا قلنا يا حسرتي. كل واحد حركه. يا دكتور انا اليوم جاني محمد حلو اعطاني كذا بوكس مع الكتف. محمد حمدي ما شاء الله عليك. تعال يا محمد حمدي متهم. تعال سبب لي كتفي كتفي الحين شيء. تعال متهم تعال. شو المشكله؟ اول شيء لا محمد حمدي سبب لي خلع. اول شيء يا دكتور عاين كبر خلع وكسر مضاعف. لا تخاف خليك ذيب. خلع وكسر مضاعف. جربني اليوم محمد مع كتفي ولا انا احس بالم. وش العلاج؟ لا لا شكرا في دكتور. لا يقول لك الدكتور يقول بحاول اطلع منها. صار عنده خلع مضاعف وقطع. ما ادري يعني دكتور. لا لا منه قبل لا تكشف على الكتف يا دكتور اكشف على يد محمد شوف قديش حيلها عليه. اعوذ بالله. لا لا يا دكتور دكتور دقيقه شاكين ان ايده من سمنت. لا لا مره قال ميدي تعال ما شاء الله تبارك الله مره انا كنت دكتور دكتور عندنا نشيل كذا مثلا تحط رجل هنا ويشيل هو لا يقول كذا اجلس بدر هنا رجل هنا رجل هنا اصبع كذا ثنتين ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تو ما شاء الله تو ما شاء الله. انا جيت لامه يا دكتور قلت له علم الكاراتيه هو مدرب كاراتيه صحيح فكذا ابهزر معه قلت له فقام وش سوى؟ كذا بوكس فيك صار لي حساسيه ثلاث اضلع وفيك حساسيه يا دكتور دكتور انا مره هو صراحه صديقي انا صرت احبه يعني بعد البوكس ايه مو بكذا بس دكتور لا اول ما كنت اعرفه انا بعد الكاراتيه وش ذا احسن حبه فجاه كذا سبحان الله حبيته فجاه احسن الاصدقاء دكتور احسن فاضي احسن الاصدقاء عندي الحين محمد حبيبي محمد الله يسعدك حبيبي محمد الله يسعدك اورك دكتور فيني كتف وفيني كتف طبعا كتف يا دكتور بسبب محمد فاضي فاضي اتكلم عن كتف والله انا اتكلم دكتور عنده شكوى هنا دكتور انا دكتور انا اشك ان عظام محمد حمدي يعني ما شاء الله من فولاذ اذا طلع اقول اذا طلعت ما شاء الله وهيبي ما شاء الله اذا طلعت من الغرفه هذا وجهي باته ما شاء الله محمد انا صديقك هنا بس لا طلع من زد رصيدك علمك انا كيف بس تدري مين ربي يا دكتور؟ ربي ما شاء الله ربي ابو كاتم ان شاء الله بكاتم بكاتم الرجال سارق الرجال سارق دراهم بدر الرجال سارق 100 ريال وباذن الله ما يحل الموضوع ذا الا بكاتم
باذن الله. الرجال عريس الرجال اخذها اخذها قوه، اخذها بالعضلات، ياخذ فلوس الجماعه كلهم. تكذب على ابو كدر زين، قاعد ياخذ فلوس الجماعه ويفقع وجي عشان احنا نخاف منه يقدر ياخذ اللي يبغى. نعم بس انا عشان ان شاء الله ابو كاتم ابو كاتم اقسم له انه رمز للعداله، انا اقوله ابو كاتم رمز للعداله، رمز للعداله ايمن بالله. انا مع ابو كاتم العداله، انا مع ابو كاتم، انا مع ابو كاتم اعترض. دكتور كاتم دكتور روح لا تشك على كاتم، عداله وما عداله. ها سلمان سم والله العداله ما بحوله، والله انه رمز للعداله. والله انه من 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 ليه ليه ابو راد بتشوف ستبدي لك الايام الصف تجاهله. سويت شيء ضربت بشيء لا تشتغل خاجه، ضربت بشيء اي هي ضربت بايش اشوفني يوم اجيب قدام العالم يتهمني اني سويت سويت هناك. اوكي 10 ريال ولا 10 ريال ولا 10 ريال لا ترى الرجال اتهمك سعود. لا ما اتهمني مزعل اشوف ابو كاتم انسان ظالم عندي كتف لا مو ظالم والله انسان ممشي بعض الناس صح. الله عليك وحش معي يعني فهد اي والله الله عليك دوس القلب ده عليك. لا لا بس وصابك اي زبائن قصدي اي مرضى معليش اي مرضى صح ايه. والله ابو كاتم نادانا يا عيال اقول والله انه ظالم والظلم ظلم عليه 50% عدله عدله كلها بس يا شباب المرض ضايع يصير يمرض كل كل الابطال عندهم علامه. انا ما قلتش حاجه ماليش دعوه شفت مرض ايه ما شاء الله ابو كاتم عصا ايه عصا بس يقول بكذا لا غريبه الاسم ليش ابو كاتم ليش كاتم يكتم الانفاس اه ايه صح اسمه كاتم ذا الله يرزقنا بالمطر اي والله قال ابو كاتم قال ايش قال ابو كاتم المطر اذا جاء السحاب ان شاء الله قرب شوف فيه فيه كميه ظلم خص هلا 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 ليش الله نعم والله ابو كاتم بالعكس ابو كاتم تعال تعال راجع راجع ابو كاتم تعال يجيك الخير ابو كاتم ايش تعال ونعم دال دال الله ادري والله رجال ما دامه ما خصم علي ايوه الحين تقولها في الساعه انا خصم. انا مع الرجال اللي يمشي صح هذا الكلام ولا خصم لا احبه عاد نشوف انسان خصمه مضبوط ابعتله شوف شوف انسان خصمه ظلم ما طلع من عنده اصلا بالعكس يعني الاداره قالوا لك شوف الاداره قالوا لك مثلا ليش تكلم قالوا لك صامه بشيء تروح انت تطلع صوت الجمعة تكلم ليش تلمي واي يعني عشان كذا لا لا تلوم الاداره يحطونك 150 اشوف انه وهيبي جدا انا مع ابو كاتم قول لا اله الا الله انا مع ابو كاتم انتم ليه ما تقولون لا اله الا الله قلبا وقالبا لا اله الا الله والف من ذكر قول لا اله الا الله انا والله مع ابو كاتم خليني اخلص كتب كلامي قولوا لا اله الا الله اسرع اسرع حتى بالشعر كل شيء لازم الشعر وش هو وزن وقافيه صح؟ قافيه ايش معناتها؟ اخر حرف حلو ابو كاتم اكبر ظالم اعود نعم والدليل اكل يوم اتحمس راجع يقول انت ما اكل من الصيخ صيخ حقي شو اسمه؟ شاورما والله ما اكلت منه شيء والله لا بس سالك ترى هو سالك امزح مع لا قال انت اكلت منه لا لا سالك قال لك اكلته قلت انت لا اسمع خليني اعلم قال انت اكلت من الصيخ وخاص ومدري ايش يقول لو ما الله من فوق نصرني عليك كان خصم هذه اول حاجه الحاجه الثانيه يعني ما اكلت منه الصيخ والله ما اكلت منه طيب ايه هو يقول لي خلص دقيقه انت وجهك لا 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 معليش اسمع هو مزح مع العامل ورجع يا سلام مو مشكله بس بس لا تقول عبر عن شعوري لا تقول ابو كاتم ظلمه لا ممكن اعبر عن شعوري اقوم خلاص مو بتعبير انت تقول اشياء خطا خليه يفضفض يا اخوي يا اخي شوف شوف الناس يا اخي تخدر يلا يلا اسكت سعود لك يوم نمزح يا 10 ريال مع 10 استر يا سعود يا مرع فلوس كلها وانا مرع فلوس ولا لا يا ابو فهد كفو المهم انا اقول ابو كاتم ظالم كفك يا شيخ جيت ذاك يوم انت ايش سرقت منه السلام عليكم سرقت وش سرقت منه بالله يا رجال ناخذ من شيبان نسرق من بعض وليتها حاجه يطمع فيها 10 ريال 10 ريال من يطمع فيها تطمع في 10 ريال انت لو بس سرقت 1000 2000 شيء يستاهل صدق والله بالحطبات هذا موضوع الا انا اقول ابو كاتم ظالم ظالم وقمه الظلم قل ليش ظالم لا لازم احد يقتنع لازم يقتنع رد لا تفضل
85 في جمر تحت. انتبه ترى في جمر انتبه. ايه في جمر؟ اي من امس. والله شيخ مره مريض. والله اول مره اعرف انه يكون كذا متوصل الى الان يعني. ولو دفنته لو دفنته تولع فيها العام. دكتور والنوع هذا خلاص خذ مني في خلاص خذ لقاو تعال بجيك خذ لقاو تعال والله العظيم شوف كم من ساعه شابين ساخن ساخن اي وش ساخن في جمر والله العظيم لا لا الحطب ذا جيد والله ها جيد تضحك حسب ما نكد ايه اقعد اضحك حسب ما نكد لا والله بضحك على لا بضحك على خالد والله اي بالهواء قوي برد حبيبي ما احب معك لا والله لا والله غريب شوف انتبه بس انتبه انت بيتك يا شيخ خلاص خلوا يا عبد الرحمن بدكم اجي مبخر منك من عند ولاك انت بخر ولا المناديل ولا المناديل تعالك ابو سعد بشرك متى تبي تبي شوي بالنص منو حبيبي يا اخي والله بارد يا زياد تكفى والله برد والله برد والله برد اسمع يشمون عليك انا اخوك ابو غربي وين ثيابك الشتويه والله درج لا تقول لي ما جبت شتوي يا زين والله ما جبت ولا شيء ولا شيء والله نفسك انا ما جبت شتوي والله جايب واحد شتوي من داخل فرو يعني جت مربعنيه ولا اراها يا شيخ الله داخل فرو اقسم بالله خدمتني خدمه عند الله خبرها والله لماذا يا هذا تركي قابوس. تركي قال لي قبلها بيوم قبل هذا قبل يوم التاهل قال لي هي نصيحه لوجه الله روح اشتري فرو فروه هنا ما لها الا فروه هي ما لها فروه لو ايش ما تلبس هنا ما لها الا فروه ولفافه ولا ايس كاب تقدر تروح ورا شويه لان محمد حمدي شويه ويكسر رجولي والله برد برد قول لي انت عايز ترفع الجزمه بتاعتك على على مركز بن حام مولاي صلي وسلم خلاص الحين دائما واحد الحين كلمه مركز بن حام ما عاد ولا مركز عاد جاينك الشمال مولاي صلي وسلم دائما ابدا كم بقى على ذا يا شباب على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صلي عليه حبتين مو بالعدد قصده قصده انها قليله قصده على عيون اوكي سوري يا ربي مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صلي عليه يا ربي صلي عليه يا ربي صلي عليه صلوات الله عليه الله الله يا رسول الله ما شاء الله يا رسول الله 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 شفت كيف الحين شفت السيارة الصغيرة اللي البطيئة لما تجي تستفز السيارة السريعة جم جنبها بسرعة ايه اجي تسوي السيارة تشحن عاد انتم ما شاء الله استفزاز شفت كيف سوى ايه وقلبي لضاقت الدنيا عليك وتبدي اللي من الهجران من فضله وعيني اللي من الهجران ما جرى ما شاء الله عليك ما شاء الله ما شاء الله شوي شوي ذي شوي شوي ما شاء الله على الكراتيك التصغير انت بيتك يا انت بيتك يا تعور انت تعور كيف انا انت انت ما يحتاج عادي ملزوم انت ملزوم طب صغيره ما انت ملزوم تكسرها هذه شفاه صغيره لا 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 اي والله حنا واخوانها يا ذله ذقتها قبل عام اي والله حنا واخوانها لا 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 ها كيف كان بعض قوة انت خليني من هذا بس ايش ليش تذكره قبل عام يا اخي يا زين الحطب بس الدخان يعدل يا سر سعيد بن مانع قول لي ايش ترى صحيح ما لنا دخل تهقنا مع الشيخ ان شاء الله نيجي سعيد بن مانع مضيف شاعر سعيد بن مانع لا 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 شيء للدخان هو صاحب هذه حسب التوب 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 هذا تيكي تاكا هذا ولد ولد ابوي ابوي كيف احترق ثوبه والله تعرف كانه يسوي سلامي غراس شهري من نار اناني سلامي دكتور والله تقويت حبيب قلبي ما عليه ما عليه اخ تقويت الله يجعل في العافيه لا خليك خليك مرتاح طلبت حي علمك حاجة هذا ترى نفسه تبعوني أنا عارف بس تعرف أنت تعامس خلاني تعامس يعني جبر الخواطر كويس بعض الحين جبرني الوقت لا
الحين شو تسوي؟ تاخذ من هنا؟ هذه مين سامي يوسف؟ ماهر زين هذه. اي ماهر زين اي اوكي. كان بيعن وجيه ذول الاثنين عشان تذهبوا في ظهرهم. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب يا فيك الخير زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب ليتك دوما قريب سمعنا يا هيثم لما رنا لا لما رنا رنا لما رنا كذا لما رنا حدثتني النفس طول ليلتا يا ويح جنبك مستهمي المصيبة أذان علي آسف آسف جاي يا فارس جاي 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 يا فارس 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 تخرب الأوراق الأوراق أغلى من النار جو خلاص 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 ولع أم ها باقي 10 دقائق ماذا أغوي أفعل الآن؟ بس 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 كفي 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 خلاص خلاص آمان 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 لا ترجع لا ترجعني طيب ليه يلا حقر خليه مين يسألك يا علي 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 طابت ليلة السمري وغرد البلبل الشادي على شجري نحن التقينا وحب الله يجمعنا والحب في الله والحب في الله والحب في الله ينجي الناس من سقري يا ليل يا ليل سلم عليه مثلا سيكا لا بيت بيت لا عجب 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 هون هون لا هون يا رجل صبا 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 حسيني حسين كر كر يا نهونت يا
عقم 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 رست يا سلام عليك رست 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 الله عد أكبر الله صح الله أكبر رست ربي هذا القلب زاد فيه الحب ربي هذا القلب زاد فيه الحب روح خذ رأى جمال عاش الوليد عاش يا حار الطب قالوا إني صبوا امنحني وصالك امنحني وصالك هذا القلب الله معاد دحمي حط كل شيء خلاص محبوبي لما بدا روضة سندوسية يسعد من به اهتدى أنوار قدسية الله من بدا الله من بدا ليلي يا ليلي حط الدحمي حط النوى خلنا نرطل زين يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا الليل يا ليلي يا الليل مطولك يا ليل دقيقة لا احنا بقول يا ليل يا ليل الله سلام صوت يا ليل لا في حل في حل في حل في حل حلو اهو خلاص انا ببدا لكم الله اكبر الله
أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله كمل ولا لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة خالد جابتها عند الباب جت الباب مكي فجرها اسمه فنون التسليم لا المفروض سلم واستلم من جديد من جديد احنا كنا زمان يوم كنت انا مع الفاسي وما فيكم في شيء حسام اخلاق كنت مع بلاكس باكس ليش بتوصلني كنت مع الفاسي انا ابو غربي والله من بعد التركيه لان شفت التركيه اني تغيرت وجهه نظري عرفت انك انسان جوهره ها شو ده شو ده التركية التركية أنا خابر وجه التركية الابتدائي لا 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 شو ده التركية الابتدائي الابتدائي كله تركي هو اللي هو اللي خرج حول خرج الابتدائي تركي أنا بس مسقفورة معاه أنا وين جزر القمر إيش تعب الجزر زعم أزل زعم خرجت بنيوزيلندا كم تبي الخرج هذه من درجات بالثانوي درجات الخرج أيوة حيا سورة حفل موريتانيا كان في حفل تخرج زعلنا وسوينا وأنت بغيابك في المدرسة والله ما قمنا إنك تزعلنا ولا تسمع روح سير إلي قزايم خذ راجي سلام لونا جمعتك مع حاجة إلى رجلا جنا الله الله يجمعنا في الجنة دول أدوليتها لنا ليلى الله لا يفرق أيوه هذه الأخيرة دول أدوليتها لنا لا لا عاد ترجم أبو غربي هذه الأخيرة اسمها بي هذه الأخيرة هذا كان دعم وجيهكم ذاك اللي قلت ضمتني فرد عليه في بيانوي هيك ولا لا لا ولا انت ما تقول قال اخذني موتكم كله والله انا رايته 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 بدون اي فهمت تركي رايته مره اسمه جد عن سيارتي عند كيف قد خاتم قدك او كمان دخل المهم في الصغير زين علي طبعا بودين ابوي عشان ابوي الله يطول بعمره حركة ما يقر يعني حركة ما يقر لما نزلت نزل معي المهم دخلت انا عشان نظر العامل اللي هو الميكانيكي التركي
أمر يجي أبوي يا خاتم وهذا قر قر يا قرقبه هو وياه أنا طرت عيوني تركي أبويا أنا طرت عيوني أناظر أبوي ذا ولا يورالي يلا يرطنون يرطونين يرطنون يعني هو وياه يرطنون يعني سلكين إيه هرجون يعني خشين جو أشوفك حمار المهم ترى اللي أنا ما تأقلمت ما عندي معلومة ولا 1% إن أبوي يتكلم تركي أبدا يوم ذا أبوي مش السالفة صار قديم جايه يعني تعب برجلينه وأول كانوا يودون العلاج تركيا وترك عن 6 أشهر بتركيا تعلم الله صار نفس سنوية وكل هالفترة ذي ما دريت أنا رحت 4 أيام هرجت لا ترى نفس أبوي الله يرضى عليه شوف دائم إيه تكلم مع لا 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 شو اسمه الحلاقين العمال وكذا اللي لغتهم غير العربية يقول أن لول حشمتك كان ما سويت معك كذا نفس اللهجة يعني ما يفهمون عليها التركية التركية سبحان الله والإيطالية قديم أجمل لغة من ناحية سماع بالإذن تسمع التركية والإيطالية إيه الإيطالية أنا عارف جد لا 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 فيها كأنك كذا كأنها نشودة وأنت تسمع أحد حتى خالد حامد قال لك والله إني ما رأيتك لا قال لك مذابك في إيطاليا تقريبا 6 سنوات اسمها لهجة ما اسمها لغة تعلمت اللغة أبو أنت لا يوجد في العالم أجمل من اللغة العربية من اللغة العربية فهي لغة الصوت صح والصورة والإحساس طبعا هو لغة القرآن ما أختلف عليها هي اللغة الوحيدة اللي تشرح لك الصوت والصورة وتوصل لك الإحساس ومناطق الحروف والكل كلمة الحروف. الكل كلمة معنى وأصعب لغة بالعالم نعم هي حتى مخارج الحروف أصعب اللغة الوحيدة تكون مخارج الحروف هي واليابانية والصينية بس حنا عامية أبطال اللغات الوالد راح فرنسا كلنا بعد فرنسا يقول بس إني أتكلم أتكلم أنا جزاك الله خير ولا نخلي الكلام لك هو يكلمني يا أخوي لا تكلمني يا تركي الوالد راح فرنسا يقول يعني مسجت في الموضوع في الأخير يقول دخلت مطعم وطلبت وجبة وكذا هو أخويا فحاول يوصلون الطلب تعرف فرنسيين اللغة الفرنسية صعبة يعني لو إنجليزي كان ممكن واحد يرجع طلبوا طلبهم بالإنجليزي صاحب القرصون ذا يقول نو إنجليش يتكلم فرنسي يعطون فرنسي 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 فعرفوا انه ايش ما يجد الا اللغه ايش فرنسيه فرنسيه فبعد ما قدموا الطلب وخلصوا يقول لي يلا تاشير وشوي ومدري ايش خلصوا الطلب تعشوا ومدري تغدوا حزه الوجبه ذيك وخلصوا بعد ما خلصوا راحوا يحاسبون لما يحاسبون شافوا الطباخ انجليزي يتكلم انجليزي ما هو فرنسي حلو وهذا القرصون فرنسي ويتكلم مع مين مع الطباخ باللغه الانجليزيه كانوا وقفوا طول فقالت يا اخي من اليوم احنا ندابك ونحوس وندوس ونقول لك يقول ابوي تعبنا احنا ناشر نقول له مدري ايش ايج مدري ايه تعبنا هو يسوي نفسه ايش ما فهم زي اللي يقول لك ايش ما في معلومه تقول له تحاول تفهم ما في معلومه فقام يتكلم مع الوالد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على Ha ha ha.